السلام عليكم واهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من مطبخ بيتي. النهاردة هنعمل كروكيت البطاطس او كفتة البطاطس زي ما تحبي تسميها، بس هي حاجة في الاخر بتطلع حلوة قوي وتحفة، وبتتشكل زي ما انتي عايزة والحشو زي ما انتي عايزة، بجد يا طعمها في الاخر حلوة قوي، هتعجبكم ان شاء الله. تعالوا افتح معاكم واحدة، انا عاملاها ميكس جبن، بصوا فظيعة طعمها حلو قوي، تعجبكم جدا ان شاء الله. تعالوا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. عشان نعمل بقى البطاطس الكروكيت هنحتاج ايه؟ هنحتاج طبعا بطاطس. انا معايا هنا نص كيلو بطاطس، قشرته وغسلته كويس وقطعته مكعبات وسلقته كويس جدا، ومعايا بياض بيضة، معايا هنا بياض بيضة، ومعايا هنا التوابل ايه، معايا فلفل اسمر وتوم باودر وبابريكا وبصل باودر ورشة من جوز الطيب لو تحبي، مش حابة مفيش مشكلة، بس هي بتديها طعم حلو. وطبعا معانا ملح. ده كده البطاطس. الحشو بتاعنا هيبقى ايه؟ هيبقى ميكس جبن. انا معايا هنا جبنة موزاريلا مبشورة، ومعايا جبنة شيدر مبشورة، ويا حبذا يعني لو موجود قطع هتبقى احسن بكتير، بس انا عندي مبشور فمش هتقول لا. الحشو ده بقى اختياري، انا النهارده عاملاها ميكس الجبن، وبحب طعم الشيدر مع الموتزاريلا. ممكن تحطي رومي، ممكن تحطي شيدر بس، موتزاريلا بس، ايه الموجود عندك مفيش اي مشكله خالص، وممكن لحمه مفرومه، ممكن حشوات كتير جدا اللي تحبيه. بالنسبه للبطاطس كده مقاديرها خلصت معايا. الكفر معايا ايه؟ معايا بيض على لبن على رشه ملح وفلفل، فلفل اسمر، وضربتهم بالشوكه كده عشان ايه يبقوا كويسين معايا يعني. ومعايا دقيق ومعايا بقسماط، بس هي دي المقادير اللي معايا. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنركن الكفر ده دلوقتي بس كده ايه على جنب، ونجيب ايه البطاطس. هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا، نحط عليها بياض البيضة، نحط عليها كل التوابل اللي معانا، ونقلب بقى ايه ونهرس مع بعض. هي عشان سخنة معايا بتتهرس معايا سهلة قوي. اهي اتهرست معايا اهي وبقت تمام، واتجانست كلها التوابل مع بعضها. انا هرستها بالهراسه دي اسهل من مضرب عشان تسهل معايا الامور بسرعه. هنعمل ايه بقى؟ هنقلبها كده ونشوفها سايبه معانا كده ولا متماسكه، يعني لما نيجي نكورها هتبقى متكوره معايا كويس ولا هتبقى سايله معايا. بصوا انا شايفاها كريمي وسايله قوي اهي، باينه معايا. تمام هعمل ايه؟ هحط لها معلقه دقيق تمسك معايا اهي، هاخد معلقه دقيق، معلقه واحده، واقلبهم كلهم في بعض. اهي بعد ما قلمتها في الدقيق واتخلطت كلها كويس، هي كده بقى سمكها معايا بقى تمام. هو انتي بتحسي بملمسها بايدك وتشوفي هل هي محتاجة او لا. هناخد بقى ايه جزء كده معانا ونعملها ايه زي، بصوا ايدي نضيفة اهي، ونعملها كورة كده تمام اهي. نعمل ايه بقى؟ نعمل حفرة كده في النص ونوسع الحفرة دي كده شوية زي الكوبيبة كده، نوسع كده شوية اهي تمام اهي، تبقى باينه اهي ماشي. هعمل ايه؟ هاخد بقى ايه جبنه واحط تمام، وهحط عليها شيدر، واقفل بقى على الجبنه كده واظبطها في ايدي تاني، اظبطها في ايدي تاني كده اهي اهي كده معايا ايه كرة، اركنها هنا
واخد كرة تمام. يعني حاول نخلي بايدينا المقاس واحد، يعني احنا بنبقى حاسين بايدينا هل دي زي الكتف اللي قبليها ولا لا. لو حابة تركنيها في التلاجة نص ساعة تتشم عشان تبقي برضو عارفة تتحكمي فيها، اكتر من كده ماشي مفيش مشكلة، بس انا مستعجلة عليها. اهي مفتوحة من جوه اهي زي الكوبيبة بالظبط، واحط الموتزاريلا تمام، واحط عليها شيدر. الشيدر مع الموتزاريلا بيدي طعم حلو قوي. بس اهي واقفل بقى، قفلي معاها كده ما تخافيش. لو لاقي حته مثلا باينه ومش عارفه تغطيها اهي، حته بطاطساي بس عليها اهي، هي سهله قوي معاكي. و بس واركين كده هكمل بقى بنفس الطريقه كده. بعد ما خلصت الكميه اللي معايا هدخلها الفريزر بس ربع ساعة علشان تبقى ماسكة نفسها كده، وانا بحطها في البيض والدقيق والبقسماط، ونرجع تاني مع بعض بعد ربع ساعة. وده شكل البطاطس بعد ما خرجناها من الفريزر وسبتها حوالي ربع ساعة. اجيب بقى الكفر بتاعي اللي هو الدقيق والبيض والبقسماط. هعمل ايه؟ هاخد كورة اهي واحطها في الدقيق ماسكه نفسها معايا اهي تمام. وبعدين انزل بس الدقيق زيادة، وبعدين انزلها في البيض واقلبها ايه، واقلب البيض عليها اهي. لو انت عايزة الكفر يبقى عالي قوي هترجعيها في الدقيق تاني وبعدين في البقسماط، فانا هطلعها بس كده اهي وهنزلها في البقسماط على طول اهي كده. الكفر بتاعها بيبقى حلو يعني. خلي بس كل حتة فيها كده يبقى فيها بقسماط، وعشان الخلطة تبقى كويسة معايا. تلاقوش لو الشكل مش متظبط معايا احنا هنظبطه اهي كده معايا بقت تمام. اظبط بقى الشكل معايا كورة تاني اهي، رجعت كورة معايا تاني تمام. هاخد واحدة تاني حطها في الدقيق اهي، وحطها في البيض اهي. بعدين اشيلها من البيض واصفي كل البيض الزيادة كده واحطها في البقسماط. طيب واعمل ايه؟ واظبط الشكل معايا تاني بس كده تمام. هكمل بقى بنفس الشكل بنفس الطريقة وكده. بعد ما خلصت الكمية كلها اهي، طبعا ما ينفعش احمرها في الزيت دلوقتي خالص، يعني هتحمريها في الوقت ده وانتي لسه مخلصه هتفك منك في الزيت وهتبوظ، فمش هينفع خالص. فاحنا هنعمل ايه؟ انا هدخلها التلاجة مش اقل من ساعه ساعه وبعدين نبقى نحمر. طب لو انتي حابه تعينيها اوكي مفيش مشكله، تعينيها في الفريزر شهر 2 3 مش هيجرالها اي حاجه،
بس اهم حاجه ان انت تغطيها وتعينيها في علبه محكمه وتغطيها وتركنيها معاكي في اي وقت انت عايزاه، بس تطلعيها على التحمير على طول، ما تفكش ابدا من الفريزر. تمام، فانا هدخلها دلوقتي عشان انا هستعملها، هدخلها الفريزر ساعه وبعدين نحمرها مع بعض. هنسخن زيت بقى على النار. انا سبت البطاطس الكروكيت في الفريزر ساعه، واتفقنا ان احنا لو هنشيلها مده اطول مفيش مشكله، مش هيجرى لها اي حاجه، احنا نجهزها خالص كده ونسيبها في الفريزر لغايه ما نحتاجها في اي وقت ونطلعها نحمرها على طول. انا بحط زيت بس يسخن. ومن اهم حاجه يا جماعه، في من اهم التكات في البطاطس الكروكيت، ان احنا لازم نطلعها من الزيت، من سوري، من الفريزر على زيت غزير، مش زيت شويه في الطاسه، لا لازم حاجه تبقى غويطه والزيت يبقى عالي، بحيث لما نحط البطاطسايه تبقى كلها في الزيت. ده حاجه من الحاجات اللي هتخليها ما تفكش مننا، يعني لازم تبقى طالعه من الفريزر على زيت سخن غزير. حط بقى معايا شفتوا بقى، هي تحت خالص اهي والزيت فوق، لكن لو عملناه في الزيت شويه في طاسه ونصها باين من فوق ونصها تحت في الزيت ممكن تفك مننا، لكن بالطريقه دي مش ممكن تفك منك ابدا. طبعا هي مستويه معانا والجبنه ما فيهاش سوى او حاجه، فهي يا دوب هتتحمر ونطلعها على طول لحد ما تاخد معانا لون ذهبي. اهي يا جماعه خدت لون ذهبي حلو اهو، هي كده لونها بالنسبه لي حلو قوي. هطلعها بقى على مناديل المطبخ ونغرفها على طول. وكده خلص الكروكيت البطاطس معانا ومفكش مننا في الزيت ولا حاجة، عشان حطيناه في الفريزر وعشان طلعناه على زيت غزير وسخن. اضمنوا ان هي مفكش منكم ابدا. اتمنى انها تعجبكم وتجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب او اشتراك في القناة مطبخ بيتي. باي باي.